طرق كثيرة تساعد الواحد أنه يتجاوز ألم هذا الانكسار. أول حاجة القبول أن العلاقة انتهت خلاص، أقبل، ما أقعد. بعض الأشخاص تدخل في حالة من الإنكار، لا ما انتهت، يمكن تستمر، يمكن نرجع. أقبل الموضوع انتهى. الأمر الثاني، أعطي لنفسك فرصة من الألم. طبيعي أن تتألم، طبيعي أن تحزن، طبيعي أن لا تقول لا لازم أقاوم، لازم ما أزعل. أعطي نفسك فرصة ومساحة تتألم، تحزن، تضايق، هذا أمر طبيعي جدا. البعض مع الأسف لما تنتهي أي علاقة يحاول إيش، يحاول يتصل ويتابعه في تويتر، في إنستغرام، في السناب، في الوات، ومتصل وغير متصل، فأنت كده تؤجج الألم. أقطع جميع الاتصال بهذا الشخص. الأمر الرابع، توقف عن الاجترار والتفكير في الماضي. لا تقعد تلوم نفسك، وأنا سويت، وأنا السبب، لو ما قلت ذيك الكلمة، لو ما سويت ذلك التصرف، انتهى الموضوع. لا تقعد تلوم نفسك على الأشياء صارت وانتهى. الأمر الخامس، ابني لنفسك نظام دعم من خلال التواصل مع الآخرين. مش كون علاقتك انتهت مع هذا أنك تنعزل عن الناس والعالم انتهى، لا 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 لا، هذه فرصة أنك ترجع تقوي علاقاتك مع الناس الآخرين، تطلع تروح وتجي. الحياة لا تتوقف على شخص واحد. كثير من الناس أثناء بعض العلاقات يبدأ يهتم بالعلاقة على حساب نفسه، يبدأ يهمل في أكله، في صحته، في رياضته، في نومه. هذه فرصة لك أنك ترجع وتهتم بنفسك من جديد. أعطي الأولوية لنفسك خاصة في هذا الوقت. أمر آخر، ابحث عن إيجابيات انتهاء العلاقة. ترى أحيانا بعض العلاقات إذا انتهت أنت المستفيد. ستجد ربما أنك مضيع وقتك مع شخص ما قاعد يضيف لك، ما قاعد يفيدك أصلا. فلما تفكر تقول أنا كيف كنت مضيع وقتي ومشاعري وانفعالاتي مع شخص فعليا هو يستنزفني، فقد تكون إيجابيات انتهاء العلاقة أفضل من سلبياتها. أخيرا قل لعله خير. ما تدري وين الخيرة، قد يكون الخيرة في انتهاء العلاقة وتبدأ علاقة جديدة. قد يفتح لك علاقات وآخرين يظهرون في حياتك أفضل عشرات بالمئات مرات من هذه العلاقة. فكل شخص مر بعلاقة وانتهت وتألم، جرب هذه الأفكار، بإذن الله عز وجل تتجاوز الألم الناشئ عن انتهاء هذه العلاقة.